أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد. قال: وهل لذلك من جلاء يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله وتلاوة القرآن. عشنا سويا مع القرآن الكريم، تلاه على مسامع حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عنتر الهنداوي، القارئ والمقيم بمحافظة البحيرة مركز ومدينة دمنهور، بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والفراشة الحديثة المتنقلة التي ركبت تحت إدارة وإشراف أولاد الحاج محمد خشب المحل الرئيسي إصلاح أبو حكاك. حضرات السادة الأفاضل، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.